السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر امبارح المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، ووصل إلى جدة لأداء مناسك الحج. كمان امبارح نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية نهائي بطولة الجمهورية للفروسية قفز حواجز للدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وده بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة بحيرة عين الحياة بالفسطاط، واللي بيعد صرح رياضي بيدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية. أخبار مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، وكان في وداع الرئيس لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة. أعقبها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لأداء مناسك الحج، وكان في استقبال الرئيس السيسي بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة. امبارح نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية نهائي بطولة الجمهورية للفروسية قفز حواجز للدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة بحيرة عين الحياة بالفسطاط، اللي بيعد صرح رياضي يدعم الرياضة المصرية في رياضة الفروسية. امبارح وصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات، حيث اطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة الأليوبية لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين. وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم ليهم بالمجان، أيضاً توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة. امبارح قامت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك. تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أي أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.